مرحبا، هذا الأسبوع بدنا نعرف عن كتاب جديد واسم الكتاب هو مدخل إلى جينولوجيا. لماذا وضد ماذا نحتاج إلى جينولوجيا علم المرأة؟ وهل يا ترى الجينولوجيا علم المرأة هي ضرورة ما؟ بقدر بحثنا وفهمنا لإخفاقات المرأة ونجاحاتها وفشلها وكل حالاتها الروحية في الهويات الشخصية التي خاضتها المرأة والموجودة منها وتلك التي يجب أن تنشأ، وفي وجود كفاح المرأة ستقوى هذه جذور المقاومة وستنمو بشكل أكبر. وهلأ مع بعض بدنا نتعرف على موضوعات الكتاب. شو هي؟ موضوعات الكتاب: لبلوغ سر الحياة، لبناء صحيح لحياة التشاركية الحرة ومن أجل تنوير المرأة، ولدفاع جوهرية لا يتقهقر، تكوين الذات عبر الجينولوجيا، الجينولوجيا التي تتبع من تجربة بحثنا عن الحياة ذات المعنى، الأخلاق والجمال، الاقتصاد، علم البيئة الإيكولوجيا، التاريخ، السياسة، المصادر. إن كل العلوم والأفكار الجديدة التي تتطور تجلب معها الإحساس بروح العصر. أيضا فالجينولوجيا هي علم القرن 21، ستجلب معها روح مقاومة ثورة المرأة. وهلأ مع بعض بدنا نقرأ جملة من الكتاب لنعرف أكثر شو هي الجينولوجيا. جميع الميادين التي نطرحها ونعبر عنها كميادين للجينولوجيا هي ميادين حياتية، وباتت جميع الأعيب السلطة في العالم ومصائر للمجتمعات تكشف ضمن هذه الميادين كعلم المرأة والحياة. ستتناول الجينولوجيا هذه الميادين بنظرة المرأة، وستصنع المشاركة ضمن طبيعتها وحركة حريتها من أجل المرحلة العنصرانية الديمقراطية. فعلم المرأة يستطيع أن يكون بديلا ويضم كل القسم ومسائد ودعائم للديمقراطة، وتحرر المجتمع ويحول هذه الانضمامات إلى إدارة الديمقراطية والفعالية. وعلم المرأة وبقدره تجدد نفسه في تفاصيل الميادين التي تطلب مستلزمات الحياتية والاجتماعية. هذا الأسبوع عرفنا عن كتاب مدخل إلى جينولوجيا. الأسبوع الثاني وبكتاب جديد نشوف بعض.